لتسليط الضوء أكثر إذا على أوضاع النازحين السوريين في المخيمات. معنا هاتفيا رضا سطيف الحقوقي السوري هاتفيا من أنطاكيا. مرحبا بك سيد رضا. إذا يعني موجة صقيع تضرب العالم عموما في هذه الأيام مع موجة جديدة من جائحة كورونا القاتلة، كيف أمر شتاء هذا العام بصقيعه ووبائه على النازحين السوريين في المخيمات؟ أسعد الله أوقاتكم جميعا سيدي الكريم. حقيقة تكلمنا سابقا عن هذا الموضوع، كيف تمر هذه الموجة؟ والله لا أحد يعلم كيف ستمر. الحال مهما وصف من السوء تعجز الكلمات عن الوصف. يفترشون الأرض دون أي عازل، دون أي غطاء، دون أي شيء يحميهم أو يقيهم البرودي، يقيهم الماء. الطوفان من الأرض، طوفان الماء، ومن السماء الصقيع والثلوج والخيام المتهدمة والجدران المتساقطة. حقيقة الوضع مأساوي لدرجة لا توصف. بالأمس أو أول أمس الفيضانات التي تسببت بها الأمطار جرفت العديد من الخيام في مخيم بإحدى قرى ريف إدلب الشمالي، تسبب بإصابة عائلة كاملة، واستشهد أحد الأطفال نتيجة سقوط الجدار عليه خلال نومهم بسبب الفيضانات. الحال مأساوي لدرجة لا توصف. تكلمت مع أحد المستوصفات اليوم، حالات المرضية وموجة الزكام، حتى لم يعد أحد يميز بين الكورونا أو الزكام أو حالات الجريب المرضية. الحال مدري لشكل. قدمت يوم أمس الهلال الأحمر التركي بعض المساعدات، لكن الأمر أكبر بكثير من هنا. هنا السؤال، يعني من يتحمل المسؤولية؟ أين دور المنظمات الإغاثية والإنسانية التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، المجتمع الدولي، من يتحمل المسؤولية؟ يعني الأمم المتحدة حذرت من تدهور أوضاع المهاجرين بسبب هذه الموجة من البرد والسيول، ولكن كيف ترى الجهود الأممية عموما والمنظمات الدولية لرفع المعاناة عن النازحين في مخيماتهم؟ سيدي إذا كانت الأمم المتحدة هي من تحذر، فمن يقوم بالعمل؟ من يوجه للعمل؟ الأمم المتحدة هي من تتحمل المسؤولية، تحملت المسؤولية بالبداية عندما صمتت عن معاناة السوريين. كنا بالسابق نموت بالقصف، بالطائرات، بالصواريخ. اليوم نموت في كل يوم 100 موت، لكن موت بطيء. ما يحصل حقيقة هو موت بطيء، هي جريمة سلبية بكل أركانها متحققة. أنت عندما تقتل إنسان فهذا اسمه في القانون جريمة إيجابية، أما عندما تترك إنسان أمامك يموت وأنت قادر على مساعدته فهي جريمة سلبية كاملة الأركان، لا تفرق عن قتل الإنسان بشكل إيجابي. والغريب أن يعني الأمم المتحدة خفضت مخصصات المخيمات تحديدا في ميزانيتها، وثم يعني لذلك تتراجع الآن المساعدات المقدمة لهؤلاء. نعم سيدي الكريم، نعم حقيقة هذا الأمر. المنظمات، نناشد بعض منظمات المجتمع المدني الفاعلة في المنطقة، لكن إمكانياتهم محدودة. يكون الجواب بإمكاننا أن نغطي المكان الفلاني، بإمكاننا أن نغطي المتضررين في هذا المخيم، أما نحن أمام أزمة إنسانية كبيرة. لا يوجد مكان لا توجد فيه أزمة في كل المخيمات. المخيمات فيها ما يقارب 2 مليون نازح. إلى متى تستمر هذه المخيمات بهذه الأعداد الكبيرة، أكثر من 2 مليون نازح كما ذكرت؟ يعني ألا توجد محاولات بحسب متابعتك لإعادة النازحين إلى أراضيهم؟ لا أبدا سيدي أبدا. هذا الأمر ناشدنا به كثيرا وتكلمنا به كثيرا. إذا كان حالنا سيبقى على ما هو فلنبحث عن حل نهائي، عن حل ينهي هذه المعاناة صيفا أو شتاء. نحن في كل صيف وفي كل شتاء لدينا هذه المعاناة، لدينا هذا الأمر الذي يدمي القلوب حقيقة. لا أقدر أن أصف لك الحالات الفردية التي نشاهدها أو نتواصل معها بشكل يومي. نتكلم بشكل عمومي، لكن المأساة أكبر بكثير من هذا الكلام. المهم الآن هو إنقاذ الوضع الراهن. نعم شكرا جزيلا. نعم وبأقصى سرعة. نحن الآن أتكلم عن مخيمات الشمال، ماذا عن مخيمات لبنان؟
التي تعتبر منسية. ماذا عن مخيم الركبان الذي هو حقيقة يعتبر غوانتانامو للنازحين؟ عن ماذا نتكلم يا سيدي الكريم؟ والله عجز لساننا عن الكلام في هذا الأمر. شكرا جزيلا لك سيد رضا الصافي الحقوقي السوري، حدثنا عبر الهاتف من أنطاكيا.